اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. اليوم رح ياخذنا اسلام مشوار كثير حلو لنعيش اجواء ركوب الخيل، وطبعا بالحلقتين الماضيات اخذتنا جود لحتى تعلمنا عن الكارتينج والرمايه. خلينا نروح مع اسلام هالمشوار ونرجع نكمل. مرحبا مشاهدينا، رياضة ركوب الخيل بتتطلب مهارة كثير عالية وقوة جسدية وعضلية عالية جدا، فمشان هيك خليكم معنا لنعرف أكثر عن هاي التفاصيل. يلا معنا. ما هي مميزات وخصائص الحصان؟ هذا سؤال من الصعب الإجابة عليه. هناك الكثير من الأمور في شخصية الحصان، وهي في الحقيقة أمور مدهشة، لكن أستطيع القول فيما يخص خصائص الحصان أثناء تواصلنا معهم من خلال الركوب أنها تشكل رابطة مميزة جدا. هناك تواصل وتفاهم بينك وبين الحصان، وهذا الرابط الخاص هو أهم صفة تشعر خلالها أن الحصان كائن عاطفي، فهم فعلا يفهمون مشاعر الراكب، كيف يجلس، كيف يقود، وهل كان يومه جيدا أم لا. هل يأخذ التعلم على ركوب الحصان مجهودا حاليا؟ نعم، تحتاج إلى مجهود عالي، وهي رياضة مميزة لتدريب الجسم والعقل. جسديا تحرك جميع عضلات جسمك، قدميك، ظهرك، وعاطفيا تكسبك هدوءا وصبرا، وهي ميزات من الجيد التمتع بها. أنا أعتقد أنه من المهم أن يمارس الشباب الرياضة، وهذه الرياضة بالذات تتمتع بالكثير من الفوائد والمزايا. الأول جسدي، والجانب الآخر هو المشاركة الرياضية مع الحيوان، وبالتالي تكسب الشباب تعاطفاً أكبر مع الحيوان، وهذا جميل جداً. يتعلمون التواصل مع الحيوان والشعور به، مما يجعله رابطاً مميزاً جداً، وهذا ما يجعل هذه الرياضة مميزة. شكرا على الاستضافة، انا سعيد لوجودي هنا. You're welcome. It was really... على الرحب والسعة، أتمنى رؤيتك مجددا. كان مشوار كتير حلو بصراحة، وبتمنى أنه أنتم تكونوا استمتعتوا مثل ما أنا انبسطت. أنتم بتعرفوا شو سلالات الخيل العربي الأصيل؟ هلا انا حسب معلوماتي انه الحصان العربي الاصيل بيرجع اصله لبلاد ما بين الرافدين، وهو الاصل لسلاله او لتاريخ الحصان العربي الاصيل. تماما جود. هلا الحصان العربي الاصيل بتميز بجماله وذكائه، كمان بالسرعه وقدره تحمله للاوزان، وبالتالي هي السلالات بتحمل الوان مميزه وزاهيه كمان. بالضبط، هي واللون المفضل او اللون الاكثر شهره هو لون الحصان تبع المنتشر بدول الخليج او دول الخليج العربي، وعادة ما بيكون له علامة بمنتصف رأسه، وبيكون له يعني ثلاث أرجل بيكون له لون، والرجل الأخيرة ما بيكون لها لون، اختلاف يعني. اللون وطبعا يعني بيوصل وزنه لتقريبا 1000 رطل. هلا وصلنا لفقرة نيو ميديا. اليوم بدنا نحكي عن محرك البحث الأشهر جوجل. طبعا الناس بتفكر أنه ما في غير جوجل هو محرك بحث، في محركات بحث كثيرة ولكن غير مشهورة مثل جوجل. ومين منا ما بيستخدم جوجل ولو حتى بشكل بدائي، حتى على صعيد أنه نحن نتأكد من الإنترنت متوفر على التليفون، رح ندخل على جوجل لحتى نتأكد أنه الإنترنت موجود أو لا. ومن خلال عملية هالبحث هي وملايين المستخدمين مع مليارات تجارب البحث، صار عند جوجل كميات ومعلومات كثير مهمة عن حياتنا.
لنحكي أكثر على هالموضوع بهمنا نرحب بالمهندس السوري عبيدة أبو قوادر. أهلا وسهلا فيك عبيدة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك عبيدة. عبيدة، من وين إجت كلمة جوجل وأمتى تأسس ومين أسسه؟ بداية هو موضوع جوجل بصراحة من الشركات اللي فعلا تاريخها حلو، يعني بيستاهل الواحد أنه يحكي عنها. تأسست هي بعام 1998 بشكل رسمي. هي كانت بالبداية مشروع بالجامعة لشابين، واحد اسمه لاري وثاني سيرجي. كانت الفكرة عندهم بداية أنه مشروع بالجامعة، ما تخيلوا أنه تتطور لهالدرجة بهالشكل كبير. بعديها انطلق كمشروع بالعام 1998، و 99 انطرحت للبيع بعد ما تم تسميتها اسم جوجل، اللي هو معناه أنه الرقم أكبر رقم اللي هو 1 وبعدين 100 صفر. فيعني هن متخيلين هذا الاسم انه الموضوع ممتد، يعني ما راح ينتهي لما لا نهايه عندهم. فانطرحت للبيع وجابت 1 يعني 1 مليون دولار. بعدها بعام 2000 طبعا رفضوا البيع. بعام 2000 صار اشهر محرك بحث بالعالم. عبيدة، بدي اسالك، مثل ما بنعرف بالفتره الاخيره جوجل قام بتسميه بعض الاماكن بطريقه ساخره، وخاصه بسوريا، يعني تم تسميه احد المطارات بطريقه ساخره. هل هذا الشيء انه جوجل عم يحاول يوجهنا ل يعني توجه سياسي معين، او هو الجوريثمز بالغلط انشا هي الصيغه من الكتابه الساخره؟ تماما. هلا بالنسبه لتسميات جوجل، احنا بنعرف انه هو عنده تصوير لكل مناطق او كل الكره الارضيه بسبب التصوير الاقمار الصناعي اللي عنده. فسواء كان المكان بسوريا او بغيرها، للاسف انه بيلتزم جوجل بتسميات اللي الدوله بتسميها. والتحديثات التصوير، كل ما صور يعني هو بيصور تقريبا على مدار السنه في تصوير، فلو صار اي تغييرات على أماكن الدولة الموجودة فيها، فبيضطر جوجل أنه يسمي الشيء المعروف المتعارف عليه على الأرض، حتى لو بعض الأسماء أحيانا بيكون استحدثوها بشكل جديد وأحيانا الناس مو عاجبها الاسم، أو يعني في عليها البحث عنها على جوجل يمكن هي ممكن السبب. تأثر أحيانا، لكن التسمية الأساسية بالعادة بتطلع من التزام جوجل بالدولة الموجودة بهذا المكان. هلأ في نظام عندنا على الحواسب اللي نحن بنستخدمها يومياً، هو الكوكيز، سيستم الكوكيز يلي بياخذ البيانات الشخصية للمستخدم مثل الباسورد، الإيميل. كيف هي الباسورد والإيميل أو كيف بيتم التواصل على سيستم الكوكيز مع جوجل؟ جود، إحنا بما أنه موجودين أصلاً على جوجل من خلال الجيميل، من خلال الجوجل، فإحنا أصلاً معطين معلوماتنا كاملة لجوجل، مسلمين أكيد كل شيء عنا يعني لهم. هلأ موضوع الكوكيز بشكل عام، اغلب المواقع خصوصي اللي فيها بيكون عمليه البحث حتى لو عشرات بسيطه بينبهك، بيحكي لك انه احنا رح نعمل كوكيز، هي فايلات ننزلها على جهازك حتى نستطيع بنصير نقترح عليك موضوع البحث فيه. لانه انت اليوم بحثت مثلا عن، نحكي عن رحله لاسطنبول، يعني الاشياء المفضله اللي انت تقريبا بتصير بيقترحها جوجل عليك قبل لا انت تبحث عنها. هي هي بالضبط تماما. لكن من خلالها احيانا بيتم استخدامها بطريقه سيئه من بعض الناس اللي موجودين على نفس شبكه الانترنت نحكي، وبعض الشركات احيانا بتستخدمها بطريقه سيئة. تمام. عبيده، حكينا بالبدايه انه هو جوجل من كتر ما احنا بندور بنساوي سيرش وكذا، فهو بيعرف عنا انه معلومات كافية. فشو بيعرف عنا جوجل؟ هو أهم سؤال هذا، شو بيعرف عنا؟ فعلا شو بيعرف عنا؟ تمام. جوجل بيعرف عنا كل شيء، لدرجة فعلا في ناس ما بيتخيلوا المعلومات اللي إحنا عم نقدمها لجوجل يوميا ومجانيا. فبنبدأ من عملية التسجيل بجوجل، إحنا عطينا أول شيء اسمنا، الباسورد تبعنا، فهو من البداية هم ببلش يقيم. أنت يوم تختاري كلمة سر معينة أو باسورد، بيقيم يعني قوتك بحماية نفسك. فبنبدأ إحنا من هون، ننتقل للخطوة الثانية اللي هي لو أنت مثلا معك موبايل اندرويد او اي او اس، فاثنين موجود عليهم احيانا بنحط ايميلات الجيميل. الاكثر على الاندرويد راح يشوف التطبيقات اللي انت بتنزليها، الالعاب اللي انت بتنزليها، فعرف اهتماماتك بهي الناحيه. الخطوه اللي بعدها موضوع التنقل، احنا بنستخدم جوجل مابس بشكل كبير، وحتى لو ما بنستخدمه مجرد ما انت التطبيق موجود وفتحته مره، فكمان تحركاتك موجوده بشكل كامل خطوه بخطوه على يعني جوجل. والشيء الاهم اللي الناس تخاف منه بصراحه هو موضوع الصور. موضوع الصور خصوصي، موضوع اللي بيجي على جوجل في صور اصلا نرفعها احنا بشكل كلاود بيسموه او اونلاين، فهي بشكل كامل موجوده على جوجل وموجوده على سيرفراتهم. فانا عمري احنا عايشين بدون خصوصيه على جوجل. يعني هلا مثل ما انت حكيت انه من مجرد حساب انه يتسجل بجوجل، وهي البروفايل اللي عم تتكون بالشركه والمعلومات والبيانات الشخصيه اللي عم تترحل كل يوم وتتبعاتنا وتحركاتنا، هل جوجل بشكل خطر او ممكن انه يتجسس على حواسيبنا او يكون مثل هكر لحتى يوصل لمعلوماتنا الشخصيه؟ تمام. احنا اتفقنا اول شيء انه احنا موجودين بمكان عام،
فهي اول شيء طبعا بالنسبه لجوجل مو بالنسبه للاشخاص يعني اللي ابدا معنا ما في خصوصيه. في خصوصيه بينك وبين جوجل، يعني انت جوجل بالنسبه له عم بيحميك وبحكي لك انه انت موجوده عندي ومخبيه معلوماتك وبسيرفر عندي، الناس ما راح تشوفها. لكن ما بنعرف هذا الموضوع لمتى راح يستمر، يعني هي سيرفراتهم محميه وموجوده، عم تصير اختراقات لسيرفرات، عم تصير استهداف لاشخاص معينين، ممكن جوجل بلحظه من اللحظات تغير سياستها. صار في اختراق لشركه ابل واستخدموا يعني بيانات لاشخاص وصار عليها قضاء كبير، فهذا جوجل نعم عندها حمايه كبيره وعندها يعني أنظمة حماية أكبر ما إحنا نتخيل، تصرف عليها مليارات الدولارات، لكن نفس الوقت الإنسان لازم يكون يعني ينطلق من نفسه، يبلش يحمي حاله، ما ينشر معلوماته بأي مكان، صوره أهم شيء الصور. يعني إحنا كثير بنتساهل بموضوع إنه بنحفظ صورنا أونلاين وما حبينا بنغير تليفوناتنا، بنغير أجهزتنا، لابتوباتنا، وبنرجع نتفرج عليها، فهذا شيء مهم إنه ندير بالنا. تماماً عبيدة، بنتشكرك على هالمعلومات المهمة والمفيدة لنا وللجمهور، بنتشكرك لوجودك معنا لليوم. مشاهدينا فاصل صغير ومنرجع منكمل سوا.